ولتسليط الضوء أكثر على ما يجري في فلسطين في ظل استمرار مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي، معنا عبر سكايب من مدينة القدس الأستاذ علي فراس ياغي المتخصص في الشأن الإسرائيلي، ومعنا أيضا عبر سكايب من مدينة جنين الأستاذ عدنان الصباح رئيس مركز جنين للإعلام. مرحبا بكما ضيوفنا الأعزاء. البداية معك أستاذ فراس، يعني في آخر تطورات السياسية يبدي البيت الأبيض تفاؤلا حذرا بشأن وقف إطلاق النار بعد تقديم حماس مقترحات جديدة كما تعلم. السؤال هنا، هل قوات الاحتلال جادة في وقف إطلاق النار، وما الذي تغير اليوم؟ مساء الخير لك وللضيف عدنان وللمشاهدين. أولا، رد حماس حول المقترحات التي قدمت في إطار باريس 2، وهو اتفاق تم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولم يتم بين المقاومة وبين إسرائيل بهذا الخصوص عبر الوسطاء. لذلك كان المطلوب ضمن مفهوم الضغوطات التي تمارس ضد المقاومة هو الموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين أمريكا وإسرائيل، ولكن كان هناك شروط محددة للمقاومة بهذا الخصوص. وكان الرد الذي قدمته بالأمس حركة حماس وسلم إلى الوسطاء ومن ثم نقل إلى إسرائيل هو في حدود الصفقة التي يتم مناقشتها والتي يتم الحديث عنها. لذلك رأت أمريكا أن الرد هو بالمجمل إيجابي، لأنه يتوافق مع حدود الصفقة المطروحة، وفي نفس الوقت لا يوجد فيه أيضا نوع من التشدد الكبير، بالعكس كان هناك بعضا من المرونة. هذه المرونة تعلقت في أن يكون وقف إطلاق النار في المرحلة الثانية، نقاش وقف إطلاق النار الدائم، بحيث يكون هناك ضمانات أمريكية وضمانات قطرية ومصرية وأيضا من دول أخرى بهذا الموضوع، إضافة للانسحاب الإسرائيلي من مناطق شارع الرشيد وصلاح الدين والشارع الجديد الذي تم افتتاحه. وبالتالي هذه المسائل بالنسبة للأمريكان هي مسائل جيدة، لأنها فتحت باب للنقاش من جديد حول مسألة الإطار الذي تم التوافق عليه، وبالتالي أصبح هناك نافذة لإمكانية التوصل إلى هدنة بهذا الخصوص. لكن في الداخل الإسرائيلي لدينا معضلتين. المعضلة الأولى أن نتنياهو لا يريد الذهاب أصلا إلى صفقة تبادل للأسرى، لأن صفقة تبادل للأسرى ليست من مصلحة نتنياهو لا السياسية ولا من مصلحة نتنياهو الائتلافية في داخل الحكومة. والمسألة الثانية أن إسرائيل لديها محددات مرتبطة بمنع عودة شاملة للنازحين من جنوب قطاع غزة إلى شمال قطاع غزة. لذلك سوف نرى مشكلة ومعضلة في مسألة المطالبة بالانسحاب من هذه الشوارع، وسوف نرى معضلة أيضا في مسألة بحث وقف إطلاق النار في المرحلة الثانية. لذلك أنا أعتقد إذا ما الكابينت الإسرائيلي الليلة أعطى الوفد الفني الإسرائيلي صلاحيات أكبر، قد يكون هناك تفاؤل حذر فعلا وحقيقي وإمكانية للتوصل إلى وقف إطلاق النار. ولكن حماس الآن قدمت هذه الورقة، وهذه الورقة إيجابية، والآن هي الكرة لدى نتنياهو. أعتقد أن المسألة كلها حتى في الداخل الإسرائيلي يتهمون نتنياهو، وبعضا من وزراء الكابينت الإسرائيلي الليلة يتحدثون ويقولون أن من يعطل صفقة تبادل الأسرى هو نتنياهو، وأنه لم يبقى شيء في قطاع غزة للحديث عنه سوى الأسرى والمحتجزين، وهذا ما لا يريد نتنياهو الحديث حوله. سأعود إليك أستاذ فراس، إليك الآن أستاذ عدنان الصباح. يعني كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو غير معني بأي اتفاق ويريد الاستمرار في حربه، ولكن هناك خلافات حتى داخل حكومة نتنياهو بشأن قانون تجنيد المتشددين وضم الحريدين بالجيش. كيف ستنعكس هذه الخلافات على مجريات الحرب من جهة، وعلى مجريات التفاوض أيضا من جهة ثانية؟ مساء الخير لك لحضرتك ولأخي فراس وللمشاهدين الكرام. أهلا بك. الوضع في دولة الاحتلال والمؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية، رغم كل الخلافات التي نراها ونقرأها ونسمعها والصراعات الدائرة، إلا أنها لا تصل إلى مرحلة الاختلاف على دمنا، لنكن واقعيين. نعم. الخلاف الذي يدور هناك
وخلاف على أوضاع داخلية، على كيف يتم ترتيب الأمور، على سيطرة سموتريتش وبن غفير على بنيامين نتنياهو برغبته وليس بعكس رغبته على أي حال، وعلى الضغط الذي يتعرض له من قبل حزب شاس الذي يمثل الحريديم، والذي يضغط عليه لمنع صدور مثل هذا القانون الذي يلزم بتجنيد المتزمتين دينيا، ومقابل بقاء هذه الحكومة، وهو أيضا يوافق على هذا. وبالمناسبة الذي يعتقد أن هناك خلافات في هذه الحكومة بين مكوناتها غير صحيح، لأن سموتريتش وبن غفير حتى لو طلب منهم بنيامين نتنياهو أن يغادروا هذا الحكم، حتى لو طرده لن يغادروا هذا الحكم، ولن يغادروا هذه الحكومة مهما فعل بهم، وهو يفعل بهم كما يشاء. والذي يعني في داخل دولة الاحتلال يقولون أن سموتريتش وبن غفير يسيطرون على بنيامين نتنياهو. سموتريتش وبن غفير أولاد صغار بيلعبوا تحت إيد بنيامين نتنياهو. نعم. سيد فاشية وسيد النازية وسيد العنصرية وسيد العقلية الصهيونية الجابوتينسكية هو بنيامين نتنياهو، وهؤلاء مجرد تلاميذ في مدرسة بنيامين نتنياهو. وترى أنه يفعل ما يشاء أحيانا، يعني يمنع بن غفير من التدخل في شؤون المسجد الأقصى ويصمت، يمنع بن غفير من حضور اجتماعات أمنية مهمة ويسكت، يمنع كل ما يريد بنيامين نتنياهو والذي يفعله. وهؤلاء فقط يؤمنون، هؤلاء فقط يصادقون، لأنه يمنحهم أشياء أخرى هم يريدونها، يمنحهم السلطة ويمنحهم الميزانيات للاستيطان في داخل الضفة الغربية، ويمنحهم القوة لتقوية المستوطنين أو المغتصبين في الضفة الغربية والقدس، وهذا أيضا هو يرغب به بنيامين نتنياهو، هذا يريده. وبالتالي كل المشاريع التي ينفذها هؤلاء هي بإرادة ورغبة بنيامين نتنياهو. الحقيقة أن أزمة تجنيد المتزمتين هي أزمة حقيقية وأزمة مفجرة للتركيب الاجتماعي لدولة الاحتلال، لأن الآن وخصوصا أن هذه الأزمة جاءت في وقت الحرب، هناك جنود يقتلون ويجرحون ويقاتلون على أرض قطاع غزة، وهناك أناس يتنعمون ولا يقاتلون، وبالعكس هم يتزمتون ويظهرون وكأنهم معارضون أكثر ضد وقف الحرب، ويقالون يطالبون بالقتال أكثر ويطالبون بإطالة أمد الحرب أكثر. ويظهر عند العلمانيين الذي من يقول لماذا نقبل بذلك، لماذا أنتم تجلسون في بيوتكم تأكلون وتشربون، هم لا ليس فقط لا يقاتلون، بالمناسبة هم لا يعملون، يعني حتى جزء من الحياة الإنتاجية في دولة الاحتلال هم غير موجودين، هم فقط يدرسون ويدرسون، يعيشون حياة دينية كما بالضبط كما الحالة الرهبنة في الأديرة والكنائس. كما انهم ايضا يتقاضون معاشاتهم من دولة الاحتلال بشكل شهري ونظامي ثابت. نهائي ليس لهم علاقة بالبناء الاقتصادي ولا حتى الاجتماعي ولا السياسي ولا العسكري، يستغلون من قبل فئة حاكمة لهم مسيطرة عليهم في العمل السياسي كأري درعي والحقام. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ عدنان، سعود إليك على أي حال. من جديد إليك أستاذ فراس، هناك تحذيرات أممية من أي عملية عسكرية في غزة، هل تتجه قوات الاحتلال فعلا للهجوم على رفح؟ يعني هذا 100% الهجوم على رفح مخطط، ووضعت الخطط العملياتية العسكرية بهذا الخصوص، ووضعت كيفية إخراج النازحين من داخل رفح، وبالتالي مسألة الهجوم على رفح هذه مسألة محسومة حتى في داخل مجلس الحرب، لا يوجد عليها أي خلاف حتى ما بين جانتس وإيزنكوت وما بين نتنياهو. الخلافات الموجودة في داخل مجلس الحرب حول الأولويات، هل الأولوية هي للأسرى والمحتجزين أم الأولوية للهجوم على رفح بهذا الخصوص، هذا جانب. الجانب الآخر، هناك خلاف مع الأمريكي في نقطة النازحين وليس في نقطة الهجوم على رفح بهذا الخصوص. لدى نتنياهو والمؤسسة العسكرية مخطط لاحتلال كل قطاع غزة، لديهم مخطط الدخول إلى رفح بشكل كامل من أجل أن يكون هناك فيلادلفيا جديد، فيلادلفيا في الداخل الفلسطيني يعزل كل القطاع عن جمهورية مصر العربية، وسيطر على معبر رفح الفلسطيني وإغلاقه بشكل كامل، لأنهم يريدون أن يكون
أي اتصال خارجي لقطاع غزة بالخارج عبر الوسيط الإسرائيلي، كما يحدث في الضفة الغربية في جسر أليمبي، جسر الكرامة، في معبر الكرامة فيما بين الأردن وبين الضفة الغربية بهذا الخصوص. لذلك مسألة الذهاب إلى رفح هي مسألة فقط مرتبطة بالوقت وبعامل من الزمن، لا أعتقد أن الأمور جاهزة خلال فترة رمضان للذهوب إلى رفح. الآن هم يلوحون بذلك للضغط أكثر وأكثر على المقاومة في مسألة المفاوضات فيما يتعلق بمسألة تبادل الأسرى. لكن في حقيقة الأمر لو دخل رفح أو دخل حتى محور فيلادلفيا لن يقدم ولن يؤخر ذلك على مستوى كل قطاع غزة، ولن يحقق أي نصر بذلك. اليوم يتحدث مؤرخ وأستاذ قسم التاريخ في الجامعة العبرية هراري، يوفيال نوح هراري، ويقول من ينتصر في غزة ليس من يقتل أكثر، وليس من يدمر البنيان أكثر، وليس من يستطيع أن يمحو عن الأرض البنية التحتية للمنطقة لقطاع غزة، من ينتصر هو من يحقق، وإنما هو من يحقق الأهداف السياسية. فإذا أردنا أن نرى ما هي الأهداف السياسية لحماس نستطيع القول هذا وفق كلامه ليس كلامنا نحن، نستطيع أن نقول أن حماس حققت بعضا من أهدافها السياسية، في حين لم تستطع إسرائيل أن تحقق شيئا من أهدافها، لأنه لا يوجد لدى إسرائيل أهداف حتى الآن واضحة، وكل أهدافها ضبابية. فاستطاعت حماس أن تمنع التطبيع ما بين السعودية وإسرائيل وتخرب عملية التطبيع، استطاعت أن تجعل من الشعب الفلسطيني والأمة العربية والعالم ككل يكره إسرائيل ويبغض إسرائيل بشكل كامل، ويكشف إسرائيل ووجه إسرائيل الحقيقي على مستوى العالم ككل. وبالتالي من يحقق الأهداف الآن هي المقاومة وليست إسرائيل. لذلك أنت تحدثت حتى في نشرة الأخبار أن إسرائيل هزمت استراتيجيا، وهذا صحيح، إسرائيل على المستوى الاستراتيجي هزمت، لأن إسرائيل على مستوى العالم انكشفت حقيقتها، وانكشفت كدولة مجرمة وكدولة خارجة عن القانون، ودولة لا تعير انتباه للقانون الإنساني الدولي. ونرى الكارثة الإنسانية الموجودة في قطاع غزة، وأن كل ما طرحته من أهداف هي أهداف غير واقعية ولا يمكن تحقيقه، ولا يمكن لإسرائيل لا القضاء على المقاومة ولا القضاء على أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ فراس. ما قلته وما تفضلت به عن موضوع هزيمة إسرائيل جاء على صفحات أحد المواقع الإلكترونية الأمريكية. من جديد إليك أستاذ عدنان الصباح، يعني مسؤولون إسرائيليون تحدثوا عن تأخير بوصول المساعدات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل، ويبدو أن هناك تخوفا من تأخر ذلك. ما هدف واشنطن برأيكم من هذا التأخير؟ وهل بدأ البيت الأبيض يستشعر مثلا الحرج من طول أمد الحرب المتواصلة في قطاع غزة ويخوضها الاحتلال؟ لا أبدا، البيت الأبيض هو الذي يقود هذه الحرب، الذي يجري عن بعض التصريحات هنا وهناك، هذه لشراء الوقت ولذر الرمادي في العيون ولصناعة صورة مختلفة للغد. الولايات المتحدة تعمل وبشكل جدي ويومي وبكل مكوناتها على قاعدة صناعة مجرم، وهو بنيامين نتنياهو وليس دولة الاحتلال. الذي يدور الآن هناك صناعة لمجرم، المجرم الحقيقي هو بنيامين نتنياهو. وأنا دولة الاحتلال هذه دولة بريئة، وهذه دولة يجب أن تبقى، وهذه يجب أن هذه الصورة التي تسعى واشنطن إلى رسمها وتسويقها في العالم، هذا ما تود قوله. نعم، الآن غدا يضطرون إلى مواجهة حقيقة، من المجرم؟ من الذي ارتكب كل هذه المقتلة، كل هذه الجريمة، كل هذه الموبقة؟ أولا هذه ليست الولايات المتحدة، يريدون أن يقولون ذلك غدا، وهذه ليست أيضا دولة الاحتلال قاتلهم الماجور وربيبتهم. المجرم لنضحي، ونضحي بشخص أو اثنين أو ثلاثة، بنيامين نتنياهو، بن كبير، سموتريتش، لنتخلص منه. واستمعت في نشرة الأخبار أيضا ماذا قال رئيس الشباك عن سموتريتش وبن كبير، أرهابي، وهم أصلا إرهابيين، وصفهم يعني هذه الإرهابيين، وهؤلاء أبناء وتلاميذ كهانة، وبالتالي هذا جابوتنسكي، وبالتالي هؤلاء أيضا جزء من المنظومة العنصرية الفاشية الصهيونية. إذن نحن لسنا بالمطلق أمام موقف أمريكي جديد، أمام لعبة أمريكية جديدة.
لأن الصراع الدائر في الولايات المتحدة الذي يريد أن يدقق في المسألة هي بين بايدن وبين ترامب، والصراع الدائر من يدعم دولة الاحتلال أكثر، فترامب يتهم بايدن بأنه مقصر ولا يدعم دولة الاحتلال، وأن ما جرى لدولة الاحتلال كان بسبب مواقف بايدن وسياسة بايدن وتخاذل بايدن. وبايدن الآن لأنه بالموقف الرسمي يريد أن يدافع عن نفسه غدا وليس اليوم. الدفاع عن النفس أن يجد ضحية، وهذا هناك رغبة أيضا داخل المؤسسة العسكرية والصهيونية في داخل دولة الاحتلال والعالمية أن يكون هناك ضحية. وهذا بالمناسبة لمن يريد أن يقرأ باختصار لو سمحت أستاذ عدنان، يرغب بنيامين نتنياهو، لأن هناك أمام بنيامين نتنياهو خيارين: إما أن يذهب إلى المحكمة بتهمة الفاسد وبتهمة الكاذب، وإما أن يذهب إلى المحكمة بتهمة البطل الذي دفع عن دولة الاحتلال. نعم، وضحت هذه الفكرة. سأعود إليك بسؤال آخر بعد قليل أستاذ عدنان، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي من جديد. إليك أستاذ فراس، يعني على الرغم من رد الفعل الوحشي والانتقامي الذي مارسته قوات الاحتلال خلال حربها المتواصلة ضد قطاع غزة، إلا أن أكثر من ربع مليون مستوطن إسرائيلي هجر غلاف غزة. ما المؤشرات التي يتضمنها هذا الأمر؟ يعني إذا أردنا الحديث عن المعضلة الإسرائيلية، نستطيع أن نقول أن بعد 7 أكتوبر هناك هزة كبيرة على مستوى ليس فقط المجتمع الإسرائيلي، وإنما على مستوى حتى يهود الشتات. فإسرائيل الآمنة المستقرة خرجت من كونها آمنة ومستقرة، وبالتالي هذه معضلة بالنسبة لعودة اليهود الشتات، أيضا معضلة بالنسبة لليهود في الداخل. لذلك نرى أن مفهوم الأمن والاستقرار والرفاهية التي تميز أي مجتمع للمهاجرين استيطاني فقدت نتيجة 7 أكتوبر. لذلك نرى أن كل المستوطنين في غلاف غزة لا يريدون العودة إلى غلاف غزة، وكل المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة أيضا لا يريدون العودة إلى مناطق شمال فلسطين المحتلة. لذلك ظهر مفهوم أمني وتحديث أمني جديد لدى الجانب الإسرائيلي، وهذا المفهوم الأمني يرتبط بمفهوم لا تهديد من غزة ولا تهديد من جنوب لبنان ولا تهديد من الضفة الغربية. فنرى ماذا يحدث الآن من عمليات إبادة وتطهير عقرقي وتدمير ومنطقة عازلة وتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين ومحاولة حصار قطاع غزة بشكل كامل تحت عنوان المفهوم الأمني الإسرائيلي لإعادة الثقة للمستوطن الإسرائيلي ليعود إلى بيته في غلاف غزة ويعود إلى الشمال إلى شمال فلسطين بعد أيضا أن يحقق المسألة في داخل الجنوب اللبناني وفقا للمفاهيم الأمنية الإسرائيلية. أستاذ عدنان باختصار لو سمحت، ما دامت حرب نتنياهو المستمرة على القطاع لم تجلب له أي هدف من أهدافه كما تحدث الأستاذ فراس وكما عرجت على ذلك حضرتك أيضا، فلا هو استطاع، أي نتنياهو لم يستطع تأمين مستوطناته من صواريخ المقاومة كما تعلم، ولا هو استطاع أن يعيد محتجزا واحدا بالقوة كما وعد بأكثر من تصريح. السؤال هنا، لماذا يصر نتنياهو إذن على الاستمرار بهذه الحرب ويتعنت في المفاوضات أيضا؟ هو ليس هو وحده الذي لم يستطع تحقيق إنجاز هذه المعركة. وأعود للقول دائما أن 7 أكتوبر لم يكن هزة ولا هزيمة لدولة الاحتلال للقاتل المأجور للولايات المتحدة، كان هزيمة السيد، لأن كل المشروع الإمبريالي، كل المشروع الأمريكي في المنطقة هشم. 7 أكتوبر هشم مشروع الولايات المتحدة، وهشم كل الذي كانت تخطط له، وهشم استعدادها وسرعة ورغبتها بالتسريع بالاستدارة شرقا في آسيا وشرقا في أوروبا الشرقية، شرقا للصين وشرقا لروسيا. لذلك حجم النصر الذي حققه 7 أكتوبر لم يطل فلسطين ولم يطل المنطقة. هذا الذي جرى هو هزة كونية، لذلك ترى حجم الجنون الولايات المتحدة أكثر بكثير من جنون هذا القاتل المأفون بنيامين نتنياهو. أسرار مطلق منقطع النظير من قبل الولايات المتحدة، لا وقفة للحرب، فقط أعيد الرهائن، فقط أبدو على حماس،
فقط والاختلافات والحكايات عن الاختلاف، أكرر ما قلت، هي فقط لتجميل دولة الاحتلال وليس للوقوف ضدها. وتذكر ما قال بايدن: لا خطوط حمراء في دعم دولة الاحتلال وإسنادها. هذا بالقراءة العكسية، بالقراءة خلف ما الكلام، لا خطوط حمراء في قتل الشعب الفلسطيني والتخلص منه. من مدينة القدس الأستاذ فراس ياغي المتخصص في الشأن الإسرائيلي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. كما أشكرك ضيفي عبر سكايب من مدينة جنين الأستاذ عدنان الصباح رئيس مركز جنين للإعلام، شكرا جزيلا لك.